اعتصام بقالنا 15 يوم. الجامعة العربية عملت لكم حاجة؟ الجامعة العربية مش هتعمل حاجة. الجامعة العربية لما احنا دخلنا وقابلنا نبيل العربي قال لنا انا ما بطلعش بايدي حاجة. فيعني الراجل يعني بيتكلم بكل صراحة، في خيانة عظمى يعني. فنتمنى من الله يعني يا الله ياخدهم يا يحركهم ويخلصونا من اللي احنا فيه ان شاء الله. اللي نطلب من الشعب المصري ان شاء الله يطردونا السفير السوري بس. بشار الاسد قاتل الاطفال والنساء. هو العرب عايزين ايه تاني منهم لله؟ كلهم منافقين، كلهم منافقين. فين الصلاه؟ بيصلوا ليه؟ بيصوموا ليه؟ بيصوموا ليه ويصلوا ليه؟ اردوغان بعد ما بيدوله 15 وبعدين شهر وشهرين ليه؟ اين نبيل العربي؟ فين الجامعه الخاريه؟ فين جامعه الزباله؟ جامعه المنافقين كلهم. انا لو مش عيانه ومش قادر هقول لكم هديهم قد كده. نفسي واحد عنده نخوه رجوله يعرضني يديني رصاصه دلوقتي. انا مش جماعه شعوب، مش جماعه العرب بس. لا جماعه ايه دي؟ زباله. هم ما لهمش الا اوباما ونتنياهو منافقين، وهم رفقاهم وهم عملاهم كلهم عملاء كلهم عملاء. فين علماء المسلمين؟ فين؟ اين علماء المسلمين؟ فين المؤتمر الاسلامي؟ فين ده كله؟ كلهم في النار. ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تعرف على حضرتك دكتور محمد دامس كيلاني، عضو لجنه العلاقات العامه تنسيقيه الثوره السوريه في مصر، كاتب وناشط سياسي ومعارض سوري. اخر فعاليات الشعب السوري في مصر عملته ايه؟ أخي فعاليات هو ما ترى الآن اعتصام أمام جامعة الدول العربية حتى تنعقد مرة أخرى، حيث أنهم أعطوا مهلة لرأس النظام الإجرامي بشار الأسد 15 يوم، وهذا يعني بأن جامعة الدول العربية وافقت على قتل 300 شهيد، لأن معدل الشهداء على أرض سوريا يوميا عندنا ما يقارب 20 شهيد يرتقون، و15 يوم هذا يعني 300 شهيد يوميا سيضحي الشعب السوري إذا ما يتم انعقاد جامعة الدول العربية مرة أخرى. لماذا يعني تفسر الصمت الرهيب؟ معظم الدول الإسلامية والعربية بل العالم كله واقف صمت، أو صمت يعني، أو يعني فعالياته قليلة. الدول التي تم فيها نجاح الثورات مثل مصر، وإن لم يكتمل هذا النجاح بعد، وإنما فترة النجاح هي ليست إلا سقوط رأس النظام حسني مبارك، هذه نلاحظ الآن تأييد شعبي مصري رائع جدا ومتميز جدا، ولا نستطيع إلا أن نشكر أشقائنا الشعب المصري على ما يقدمونه من مساندة وتأييد. كذلك بقية الدول العربية التي لا تزال تحجب تأييدها لثوار السوريين خيفة أن تصلهم ثورات الربيع العربي إلى بلادهم وتنحيهم. والآن كافة مثلا الشعب الليبي جزاهم الله خيرا، إخواننا في المجلس الوطني الليبي اعترفوا بالمجلس الوطني السوري رسميا كممثل شرعي للشعب السوري. أما باقية الدول التي لا تزال أنظمتها موجودة الدكتاتورية الإجرامية تقف مترددة من تأييد الثورة السورية، ولأن تدعم سوريا إيران ويدعمه حزب الله، فيخافون من أن يخترقوا عليهم وأن يفعل الرئيس السوري رأس النظام الإجرامي في سوريا أن يفعل لهم تفجيرات أو أن يثير الفتن كما هو يفعل الآن في البحرين وفي باقي الدول، ليلفت النظر بعيدا عما يجري على أرض سوريا من قتل وكثرة مفقودين وشهداء على أرض سوريا. كلمة إلى الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم كل الدول العربية بالربيع العربي الذي نراه بأم أعيننا، ونتمنى على كافة أشقائنا العرب أن يستشعروا بما يعانيه الشعب العربي. لا نتوجه إلى مسلمين فقط، وإنما نتوجه إلى العالم أجمع أن يشعر بانتهاك حقوق الإنسان التي تسري الآن على أرض سوريا من قتل للأطفال وللنساء والأبرياء والانتهاك العرضات وانتهاك للأعراض. نتمنى على الشعب العربي كله أن يقف مؤازرا ومؤيدا بكل ما أوتي من قوة، لأن لسان حال المواطن السوري الآن يقول أقتل
للعين رؤية ظالم يسيء ويجري في المجامع مدحه. شكرا فندم. الله يك عفوا يا أخي، شكرا لكم.